يا مشهد مؤسف جدا يا جماعة. طبعا الناس بتسيب في بعض الأحياء الشعبية وبعض القرى، الناس بترمي أطفالها كده قدام البيت. يعني لو بتشوفوا مشهد الكلب وهو بينهش في الطفلة، أهو يعني شوفوا الكلب جوه اهوت وهي داخلة بابنها ورمت اللي هتشوفوه، بترمي البتاع كده كأنه يعني معرفش. يعني الناس لسه هنشوف المشهد بقى، لأن الولد بعد كده أنا هنا بقول ده. وفي البنت الطفلة التانية اهو، عشان دي صحيح هو كلب ضال يعني، لكن الناس اعتادت اهي، سابت الأطفال اهو كلب. شوفوا مش ممكن، حاجة في منتهى الوحشية لا تتخيلها أبدا. والست حتى يعني مش مفزوع، وكل كل دراع الطفل كده يعني معايا أستاذ علي رجب والد الطفلة. يا أستاذ علي أهلا بيك، اهلا بك يا سؤال. قول لي الطفلة حصل لها إيه؟ الحمد لله، كسر في المفصل وفي الاربطه. نعم الإيه؟ كسر في المفصل وفي الاربطه. آه طب الحمد لله كسر يعني، ما ال ال لا، وفي ال عضه في دماغها كده يعني، بس الحمد لله ما اثرتش جامد. عضة في دماغها وعضة في إيديها يعني. طيب المشهد قاسي قوي، ينفع حد كده يسيب الأولاد كده بالشكل ده؟ ما ينفعش حد يسيب الاولاد، بس احنا فين والكلب فين؟ الكلب بيجري ورا القطه، هو اللي دخل جوه مش في الشارع، احنا في المكان من جوه. ما انت بتعمل حسابك يعني، هو الكلب بيجري ورا قطة وبعدين نهش الطفلة يعني. انا بس بقول ده ليه، لان شايف بس عشان الناس تستفيد بس من ده، شايف في ملامح اهمال شوية. اعمال منين يا سؤال؟ اهمال يا عم علي، ما حدش يسيب اطفاله كده بالشكل ده هسيب اطفاله فين؟ انا سايبهم في الشارع ولا سايبهم فين؟ قدام البيت. طب ماشي، قدام البيت، ما هو ده المكان اللي انا قاعد فيه. ال يعني انت، ما هو المكان اللي انت قاعد فيه انت ساكن فين بقى فيه؟ ساكن حارس عقار عند الحاج ايهاب. طيب ال ده الباو ده، طالما بيدخل منه كلب كده، انا بس بقول لك خلاص، انت شايف انه ما فيش اهمال حصل، خلاص يبقى انت شايف انه ما فيش اهمال. انا انا بشوف ان مش الكلب بقول ده لك كان ممكن يعني يلتهم الطفلة وتبقى فيه مشكلة يعني. شفت وخلي المشهد؟ بالك، هو نفس الكلب ده يا استاذ وائل قبلها مفيش بنص ساعه كان برضه عاطف طفل برضه كده ناحيه المدرسه بره في الشارع. الله. طب المشكله وانت اللي مش بتسألني بتقول لي اهمال. اهمال ايه يعني؟ طب وانت اللي بتسألني كده يا ماشي، انا استاذ علي؟ ماشي. طب ما هو اهمال، طب ما انت تلمه يعني. فين في الاول كانوا بيلموا الكلاب دي من الشوارع؟ ماشي، كانت الحكومة كانت بتلم الكلاب الضالة دي كلها من الشوارع. فين دلوقتي؟ الكلاب بقت أكتر من نفس الشوارع. لا هو الممر ده، انت بيتك فين عن الممر ده دخل العمارة من جوه يا أستاذ. الممر اللي فيه المشهد ده دخل العمارة من جوه. ايوه ده هو في جراج اهو، في عربية يعني. آه، وفي باب اللي هو أنت لو هتلاقي في باب بيتقفل، والست داخلة من الباب ولسه هتقفل الباب لقيت الكلب في وش وشها. ده سابت الطفلة يعني هي شافت الكلب سابت الطفلة. لا اله الا الله، تعمل الكلب شافت الطفله ازاي؟ انت بتقول شافت الكلب في وشها اول ما دخلت البيت اهو. طب والدة الطفلة معاك يا سؤال، هي هتكلمك، قال لك هتقف في الموضوع كله. طيب يا أم مريم، الو، يا أم مريم ازيك؟ ازيك استاذ الحمد لله وائل، على عامل سلامة ايه؟ بنتك. الحمد لله. بقول لك انا بسأل عم علي، انتوا سبتوا الطفلة ليه كده؟ فهو ما يعني مش شايفة ان في غلط؟
أنا كنت واقفة في المدخل بتاع العمارة، فأنا بقول لها يلا يا مريم خلينا نخش ونقفل الباب، فهي القطة طلعت تولي، فأنا أحسب الكلب طلع، فبقول لها خلاص أدام طلع يلا نقفل الباب ونخش. لقيت الكلب قال وجاي عاضد حد من بره وجاي غرقان دم. يعني الكلب جاي عاضد اصلا وغرقان دم يعني. ايوه، فهو لقيته انا احسبه خلاص نزل، احسبه عدى من ورا العربيه ونزل. رحت عشان اقفل الباب، حتى انا دخلت الواد وبقول لها يلا يا مريم خلينا نخش، ومشيت ناحيه الباب، لقيت الكلب نازل من على السلم، عدى الواد كان متداري ورا الباب، فهو راح ماسك البت من دراعها، فانا صوتت، فهو حس البت ساب دراعها وراح ماسك في راسها، فانا لما انتشته وصوت راح هو اللي هو مش المشهد ده هيولي. هتقولنا يا جماعة كده، انتوا في رحتوا فين؟ بس فهو ده اللي حصل يعني. يعني انا كنت داخله، كنت واخده اولادي وداخله، يعني ما شفتش امال، انا كنت واخده ايه بنتي وابني وداخله، اهو هو ده اللي بقى انا كده. احسبه انا مشي. طب احنا ما كان ما كنا واقفين عند المشهد نفسه. فانا احسبه مشي، ما كانش في بالي ان هو لسه فوق. طيب انا بس المشهد اصله صعب قوي يا ام مريم، يعني انا كان ممكن البنت الحمد لله ربنا سلم يعني، لان الكلب الحمد واضح ده انت بتقولي الكلب مليان دم يعني عض حد قبلها يعني. ايوه، عاد الطفل هنا في نفس الشارع، وحتى كان الناس وهي بتضربه خد العصا من ايد الراجل، وكان عايز يمسك ايد الراجل ياكلها، راح الراجل ساب العصا وراح خبطه بالحديد. طيب خلي بالك على أطفالك يا أم مريم، بعد المشهد ده متهيألي لازم تخلي بالك أكتر. أشكرك. هو في يعني عادة في الأحياء الشعبية في بتاع الناس بتسيب هي يعني، حتى الأب يقول أصله كان في حادثة قبل كده يعني، ومشهد الحياة، لأن كان ممكن إنك تقعد تتخيل الطفلة. الحمد لله يعني ربنا سلم وأنقذها. هطلع فاصل، بعد الفاصل هنكمل معاكم.